الذي قاد الطواحين الهولندية عام 1988 على الأراضي الألمانية إلى رفع الكأس كلاعب، يريد أن يكرر هذا الإنجاز ولكن كمدرب وليس كلاعب، هل سينجح يا ترى؟ أنا هو في النصف النهائي اليوم عنده مقابلة ضد المنتخب الإنجليزي، نعم، ولا يفوت مع المنتخب الإنجليزي للنهائي مم هو يطمع محمد. أظن باللي اليوم منتخب هولندي في 60 دقيقة كان منهزم، ومن بعد الله اعلم في الدقيقه 74 ولا الاخر عدل. كانوا كما يقول لك في الكرات العاليه هذوك ثنائيات كانوا داو كاع الكرات، والمنتخب الهولندي محمد كيكونوا يلعبوا التوزيعات الكرات العاليه يديو كاع الكرات بالراسيه. عندهم دامفريز ممر كما يقول لك يدير توزيعات ويبارتيسيبي في الكولوار، عندك دو باي يروح في لي كولوار عنده لي سونتر تاعو ملاح، وعندك غاكبو وعندك لافونسونت اللي تكلمتوا عليه من احسن اللاعبين اللي راهم في اليوم في الدوره. واظن باللي المنتخب الهولندي ولا فات مع المنتخب الانجليزي يقدر يروح للنهائي. نعم حمزه من فضلك اعطينا الصوره التي تضم افضل 4 لاعبين في الدور ربع النهائي، وكذلك سنختار افضل المدربين في الدور ربع النهائي. اذا اريد منكم اجابه واحده، من تختارون، من كان افضل لاعب في الدور ربع النهائي يا ترى؟ داني اولمو بيت باس ديسيزيف. أولمو كارفاخا ساكا. شوف نختار ساكا لأنه اليوم قدم مباراة قوية، قدم أحسن مباراة له في الـ في الـ في, في هذا اليورو. وثانيا نظرا للقيمة الكبيرة للهدف الذي سجله اليوم أمام المنتخب التركي، عفوا المنتخب السويسري. هو الذي أعاد الروح للمنتخب الإنجليزي، تقريبا 5 دقائق فقط أعادهم بعد هدف تقدم المنتخب السويسري عن طريق إمبولو. لذلك أختار ساكا، ولو أنه أولمو أيضا قدم مباراة قوية جدا أمام المنتخب الألماني. التغيير الصدفة، تبديل الحظ، لأن مصائب قوم عند قوم فوائد، رب ذرة نافعة. نعم صحيح. نعم حتى أولمو بالأمس قدم أحسن مباراة في هذا خلف المهاجم، ولا بعدها لما مشى كجناح أيسر في زوج تقريبا في كل مكان كان راهو عند المدرب بديلة. نعم عطينا أجمل مراوغة لازم نتكلم عليه، ضربها هو ما ضربتش فيها امبارح، تكلمنا عن روديغار. عطينا هدف ميرينو إذا كان جاهز. رائع محمد، رائع، لأنه ميرينو الجسم تاعو التايمينغ اللي نتكلم عليه لورينتاسيون دي كور، توجيه الجسم محمد. تكلمنا على كل المفاتيح التقنيه في كرة القدم، ولكن توجيه الجسم لم تكلم عليه. سوف اربط هذا الكلام مع ما جرى لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو في لقطه في الدقيقه 100 لضيحها عندنا اللقطة حمزة، لضيحها رونالدو، أنه جسمه لم يكن في اتجاه إطار المرمى، ومع هذا الكرة صعدت. ولكن ميرينو بالرأس أصعب من كريستيانو رونالدو، وكأنه وجه جسمه ولعب الكرة من أين أتت. وفي تلك الكرة محمد قبل ما تشوف 6.9 محمد مرة جانبا، كم من هدف تلقى المنتخب الألماني؟ هدفين. لما روديغار يكون في أوج العطاء وفي أفضل حالته يكون رجل المقابلة في المباراة يكون رجل اللقاء ويكون أحسن مدافع في اللقاء. هنا روديغار 6.9 المنتخب الألماني خرج من لما الدورة. تكون أفضل هذا إن دل فإنه يدل أنه من أحسن مومو. آمين. لا لكن ممكن أنك تمر جانبا، مو أحسن مدافع في العالم ممكن أنه يمر جانبا، هذه أمر وارد. والمدافع ليس جانبا منذ بداية الدوري. أعطينا لقطة كريستيانو رونالدو من فضلك يا حمزة، موجودة عندنا لقطة كريستيانو رونالدو التي ضيعها أمس. رونالدو ليس في أفضل حالاته. أعطينا أيضا تصريح فانجاب أمس، كانت انتقادات لاذعة لكريستيانو رونالدو، قالوا له الآن كبرت اترك مكانك للشبان. هذا تصريح أرسن فانجاب، قال رونالدو يحارب نفسه، يريد أن يقنع الجميع أنه لا يزال نفس اللاعب الذي كان عليه سابقا، إنه لاعب استثنائي وحقق كل ما هو ممكن، لا داعي للضغط على نفسه، يجب عليه أن يرتاح وأن يلعب بأسلوب مختلف وبطريقة ذكية. وديدي ديشو أمس في تصريح استفزازي لكريستيانو رونالدو قال لهم لماذا نرتبك، لماذا نرتعد
لماذا يعني نخاف؟ لا يوجد أمامنا ليونيل ميسي فوق أرضية الميدان. هذا دوك دي شون باش يقدر يصرح على رونالدو بصح ما جبدش ميسي. كي جبد ميسي راك هنا توسيء للاعب. دوك غير واللاعب شكون يفرح هنايا؟ يفرحوا اللي سيبورتيو البارسا بين المخرج عطينا ميسي امام ميدو. ارسن فانغير كي قال هذا الكلام انا مع ارسن فانغير. ما تضغطش على الاخر ديالك تقدر تشوف صح. فرق بين المدربين فرق. شوف الكلام الموزون تاع مدربين الحكمه وكلام تاع مدربين. ديشون لو كان البارح تليمينا مع البرتغال اسك يهضر هذا القول القول المقوله هذه ما يقولهاش. ما انت ديشون اليوم انت سلكت راسك كي تسمعوا تهضر على رونالدو ماشي مليح. كي تسمعوا كل جوار ربح بثلاثه كي تسمعوا بصح ديشون دي مبابي يا اخي عنده 25 كون. واش دار البارح في المقابله مبابي؟ واش دار البارح مبابي اللي راهو احسن مهاجم في العالم؟ خرجوا علاش خرجوا غير تمر تاع بالراس هذيك بيرناردو سيلفا ضرباته في الانف خرجوا باش زعما يبريباريو بالك ولا تكاليفيا. ايماجيني لافروس البارح اليميني ديشون يهضر على رونالدو. انا يذكرني بمنتخب ليونيل 2004 اللي خرج البارح منتخب فرنسي من المنتخب ولا واحد حيتكلم على رونالدو. احنا ولا نهضروا على رونالدو ما راناش ناس تاع كرة قدم. رونالدو يجوز اكوتي ما دارش اون بون كوب دوروبا راني معاه بصح باش تهضر عليه يا ديشو انت كنت تلعب روليير انت كنت تلعب ميليو ديفونسيف غير ديفوندي تهضر على رونالدو. انا نحير في كرة قدم والله غير نحير. ومدرب اللي نحبوه ونزعمه واش دار كامل راني انا من جانب نحب المدربين كيما ديشو واش دار في المنتخب الفرنسي بصح واش هضر على رونالدو والله مستفز. وزيد تجبد ميسي ما انت عيب. انا شخصيا ديشون ما نحبش طريقه انا ماشي هكذا ولا طريقه اللعب ولا طريقه وانت الكلام لازم اني حريب تصير مباراه وانت واش قاعد ديشون باسكو كنت بن شابي لانه وصلتني كثير من الرسائل امس لم يكن حاضرا معنا في الحصه. قالوا لي ما رد بن شابير على ما قاله ليس ديدي ديشون فقط وانما كثير من المحللين الذين طالبوا رونالدو بالتوقف عن اللعب مع المنتخب البرتغالي لأنه أصبح عبئا على المنتخب. أنا ولا غنشوف بلي المنتخب البرتغالي هو اللي عبء على رونالدو والله. وما زلني مصر أنه رونالدو لو يكون في منتخب عنده طريقة لعب التي تبنى على كريستيانو رونالدو وعلى قدرات كريستيانو رونالدو سيسجل أهداف. والدليل يلعب في الدوري السعودي مع لاعبين تقريبا كلهم سعوديين عنده ثلاثة أو أربعة لاعبين اللي لاعبين في المستوى العالي أو سجل أكثر من 40 هدف في الموسم. نعم. محمد رونالدو هذا الموسم أمين أقصية بركلات ديشون. دوك نهضروا على ديشون سعوديك ديشون لكن هذه الصورة معبرة. رونالدو أقصية ثلاث مرات هذا الموسم بركلات الترجيح في نهائي كأس ولي العهد السعودي خسر بركلات الترجيح في رابطة أبطال آسيا خسر بركلات الترجيح وفي ربع نهائي أمم أوروبا خسر بركلات الترجيح. الحظ يعاند رونالدو هذا الموسم. الإحصائيات قلت لك هو أكثر مهاجم تسديدا على المرمى. تصريحات استفزازية من ديشون لماذا في اعتقادك؟ شوف محمد كي تسمعوا لا غير تقول مجنون والله العظيم مع كل احتراماتي ليها صح. والله العظيم غير مجنون اللي يهضر هضره كيما هذه. قل لك علاش؟ انا شفت المباراه محمد انت شفت المباراه في الشارع المباراه صح. كنت مضطرب خويا العز لعبوا خير منك البرتغال لعبوا خير منك وكانوا البرتغال اكثر استحقاقا للفوز وكانوا الاقرب للفوز. انت ما لازم انت ميسي ولا علاش يجيبوا لك ميسي؟ انت كون جابوا لك ميسي البارح باللعب هذاك تخرج بربعه انت ما كان لك عجب ميسي كي تسمعوا بيناتنا فوزي واحد ما شافش المباراه واحد يتبع كره القدم ما شافش المباراه جاب كاساتي في السهره كان خدام جاب كاساتي جاب شويه كاطو ولا كاوكاونا الله غير راني نشوفوا واش صرا اليوم يفتح زعما مواقع التواصل يبدا ديريكت بالتصريح تاع ديشون. واش تقول فوزي انت ما شفتش المباراه وعاد واش داروا 80% استحواذ وربحوا باربعه تي عذبوك البارح حكموك البرتغال عذبوك البارح داروا احسن مباراه البرتغال. شوف لي سوء حظهم في احسن مباراه اقصوا.